هذه أحكام مختصرة بأدلتها الشرعية عن الصلاة. أولاً، الصلاة فُرِضَت على الأمم السابقة كما فُرِضَت علينا، والدليل وهي أدلةٌ كثيرة، منها قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والأدلة حول هذا كثيرة، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: على الأمم السابقة صلاة لكنها لا تماثل صلاتنا، لهم صلاة لها صفتها الخاصة لكنها لا تماثل ولا تشابه صلاتنا.